شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. اليوم قلت أسوي الفيديو من دون كاميرا الدي اس ال ار، أستخدم البكسل 6 من دون نص. خلينا نسوي فد شيء عفوي وإن شاء الله راح يعجبكم. الفيديو اليوم هو نوعا ما يعني مو 100% تقني، بس أكو فد شيء حبيت أشاركه وياكم. أنه أنا اشتريت دريل هامر من إنتاج شركة شاومي. هذا الدريل سعره 110 دولار وموجود عند متاجر عديدة ببغداد، واعتقد هو نسخة صينية، يعني ما موجود كشرق اوسط، موجود يعني يندز عن طريق الوكيل او من هيك شيء، ما متأكد من هذا الحكي، بس اعتقد هيك لانه كتاباته هواية بالصيني كلش قل، اصلا معدومة يمكن كتابات باللغة الانجليزية بس الارقام. المهم راح نسوي الانبوكسنج هسه، اكيد طبعا هو مو موبايل ولا فد شيء، بس العلاقة بشركة عملاقة بالتقنية وهي شركة شاومي، لانه شركة شاومي اللي ما يعرف مو بس موبايلات ولوحيات وهاي التفاصيل، اكو امور اجهزة منزلية، هواي شغلات عندي بالبيت تخص شاومي واجهزة ممتازة طبعا بالنسبة لي، اشوفهم يبدعون بهذه الامور ممكن حتى اكثر من اجهزة الموبايل، لانه اكو عندهم اختراعات سمارت هوم شغلات يعني فتشي البيت الذكي ومن هالتفاصيل هذه. المهم فتعالوا نسوي انبوكسنج لهذا الدريل الهامر من شركة شاومي. وهذا هو الصندوق، صندوق الدريل راح نفتحه ونشوف. طبعا المفروض بأكثر من او بالضبط 30 قطعة من الدرنفيسات او فتشي، هسه نشوفهن والدريل. يعني نفتح الصندوق، هذا الشعار مال مي اللي هي تابعة لشركة شاومي طبعا، يعني اشراف مباشر من شركة شاومي. خلينا نفتح العلبة، طبعا حلوة العلبة وكواليتي مالتها ممتاز، تحافظ يعني بيها اذا توقع شيء. وهذا هو الدريل، خلينا نشوف هذه اول شيء، هاد شيء مرتب كلش حلوات. مثلا هذا، وطبعا اكيد هو مو مباشرة بالدريل لانه اكو عندنا هذه تطلع منه، ونقدر نخلي هذه بالدريل هسه مثل ما راح اشوفكم اللي هي مثل التطوالة، ونخلي بيها ال درنفيس منه. مثلا صار درنفيس عدل، واكو عندنا هذا درنفيس مربع احنا نصيح له هو فيليبس، عندنا انواع عديدة من فيليبس، احجام متعددة، اهل الصيانة مثلا الموبايلات راح يحتاجون مثل هذه الامور، نسيت اسمه. وهذه طبعا مالت الدريل، احجام متعددة مثل هذا. خلينا نشوف اكبر شيء، اعتقد هذا ايش قد 7.0، اي 7 هذا. طبعا الكواليتي ممتاز جدا، واكيد طبعا مثل هيك شغلات باكر عقبه يعني اذا تريد تبدلها اكيد راح تلقى من عندهم بالسوق. طيب خلينا نشوف، نترك هذا هنا، نشوف هذا الكتيب اكيد بتعليمات، طبعا هو يشحن عن طريق تايب سي بالعلم يعني، وهاي اكبر دليل على انه هذا جاي منتج للصين فقط، لانه هذه الادابتر اللي يشتغل بجمهورية الصين مو للشرق الاوسط. طبعا شاومي عندها منتجات هواية بالصين، مو بس موبايلات هناك مثل ما قلنا، وهذا يشحن عن طريق تايب سي. وهسه راح نجي نشوف الدريل نفسه، والله وزنه ثقيل، وزنه ثقيل مو فد شي هين، وكله بالصيني طبعا مكتوب اذا تلاحظون. خلينا نجرب، واعتقد من هاي دقمة تنفتح، وهذه منها طبعا التشغيل، تغيير الانماط، عندنا 3 انماط، نمط اللي هو البالس اللي هو اذا تسمعون هذا يسموه مثل النبضات على مود لي يعني شوي شوي، يمكن الخشابي احنا نسميه البرغي الخشابي. وايضا اكو نمط ثاني اللي هو الاوتو اوتوماتيك، وبالاضافه الى هذا اللي هو المانوال حسب اختيارك انت. طبعا منها تغيير الاتجاه مثل ما تلاحظون هاي الدقمه البرتقاليه، وتشوف الاتجاه منين دا يروح.
وايضا هاي من هنا اللي نغير ما بين الفك البراغي العادي، العفو الضب البراغي وفكها، وما بين الدريل، هذا من هنا حوله يصير دريل. ومثل ما شفتوا شاشة مرتبة، هاي من هنا تفريغ الهواء اللي دا يصير منه، وهذا ايضا اللي هو الشحن، منفذ الشحن التايب سي اللي راح تقدر تشحنه شحن سريع. ومثل ما تلاحظون الكتابات اغلبيتها بالصيني، اكيد طبعا هذا المنتج موجه فقط للصين، ولكنه منتج ممتاز مثل ما تلاحظون. الخامة كلش حلوة، يعني فتشي جدا قوي، مو فتشي خفيف. وراح نجرب نشوف نضب لنا فت برغي مثلا، ونشوف بعدين الدريل شلون بالحائط، شلون راح يزرف بالحائط. طبعا اكيد هذه من هنا هنضيف اول شيء البغل اللي احنا نريده مثل هذا الفيليبس، وهسه نشوف شنو اللي ممكن نقدر نضبه بيه. نخلي هذه بالنص، وعلى الاتجاه هو خالينا الاتجاه يقول لك ضب منه، وبهيج حاله مثل ما شفتوا ضبيناها. طيب هسه على سبيل المثال هذا اللي هنا انا اريد احاول افتحه، وهذا راح نجرب منه نشوف شو راح يضل ويوصل حد. نرجع نفكه، نقدر نضبه شيء مرتب. وهذا هو الدريل، وهنا طبعا هم على الاتجاه. خلني نجرب الدريل ونفكها منه. هذه اللي هي الطواله، وناخذ الدريل اكو عندنا هذا النوع على سبيل المثال، او خلينا ناخذ فد شيء صغير ونشوف شلون الدقة مالته بالحفر، هل يقدر يزرف الحائط بشكل سليم مثل الدريل الكهربائي. طبعا هنا ما نحتاج التطوالة لانه مباشرة راح يدخل هنا، كل ما راح يصغر طبعا حجم أداة الحفر كل ما راح يطلع برا أكثر هنا مثل ما تشوفون. فاحنا راح نحوله، بما انه هذا دريل راح نحوله على الدريل منا مثل ما تشوفون الشعر، حتى الصوت صار أسرع. وهسه مثلا هذا الحائط راح نجرب نزرف بالدريل ونشوف شلون كفاءته. يعني فد شيء جدا ممتاز، قياسا بانه عن طريق الشحن مو كهرباء، اكيد مثل هيك حيطان يرادلها كهرباء قويه. بس هذا الدريل صراحه من ناحيه الهامر ومن ناحيه فك البراغي وضبها يعتبر فد شيء ممتاز، قياسا بسعره 110 دولار. الكواليتي ممتازه، وحقيقه شاومي تبدع بهذه الامور. عندي هوايه يعني مثل ما قلت لكم منتجات تخص شاومي. بالنهاية أتمنى أنه يكون هذا الفيديو عجبكم، حبينا شوية نغير نسوي فد شي وما ابتعد عنكم فترة. حاليا أنا دا أشتغل على مراجعة البيكسل 6 اللي وياكم هسه نصور بيه، هذا صوت المايك مالته وجودة الكاميرا الأمامية بتصوير الفيديو اللي راح أرفعها مثل ما هي، فأنتوا أكيد راح تقيمون هذا الشي. لكن هي المراجعة شوية أريد لها شغل، لأنه أحاول أخليها مراجعة مطولة بها كل التفاصيل بما يخص أجهزة البيكسل بشكل عام والبيكسل بشكل خاص. فاتمنى انه يكون هذا الفيديو عجبكم، هذا منتج ممتاز من شركة شاومي، واذا يعجبكم مثل ما قلت لكم انه نجيب منتجات اخرى غير الموبايلات غير هاي التفاصيل مثل هذه الامور وترتيبها، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات حتى نجيب من هذه الامور ونسوي لها فيديوهات. اكيد طبعا هي ما لها علاقة بالتقنية بشكل عام، بس الشركة مثل ما قلت لكم لها علاقة بتقنيات الموبايلات وغيرهن. إذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين حتى تفوتكم الفيديوهات القادمة. تابعوني على حساباتي بالفيسبوك المعرف هو @9، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.